فضل غنى البطرون وغنى اللي طلع السيارة سبتها وسافرت بره. رحت ليبيا ورحت السعودية ورحت الكويت. أنا بقى عندي 57 سنة ما قعدتش في بلدي 40 سنة. أنا أطلع لك من هنا من الجمعية هطلع لك خطابات من الاتحاد التعاوني بينبه على رؤساء الجامعات على مستوى الجمهورية إن إحنا نقول للصيادين إن ما يروحوش دول الجوار، ما يهربوش جهاز، ما يعملوش. طبعا بيتسجنوا والمركب بيتاخد منهم واسيان بالصادر او بنقعد بقى نروح للوزاره الخارجيه ونروح للرئيس الاتحادي نقعد بقى هيتوسط لنا والخارجيه عشان يفرج عن الناس اللي الصيادين. ودي باستمرار يعني النهارده وبكره في اليمن مثلا ماسكين في اليمن في السعوديه في اريتريا في ليبيا في تونس لنا مراكز لغايه النهارده ودي ظاهره مش هتخلص. نظام الدول الثاني قطاع الصيادة واخد حقه بمعنى واخد حقه بيتعلم كويس. ما فيش هنا عندنا الدولة قطاع الصيادة فيه متعادم يا ابني من ناحية السيادة الرئيس ان يبص لقطاع الصيادة شوية اللي احنا انتخبناه علشان يبص للفقراء. مركب 20 يوم عايز نولون بس جاز الصوره لوحده ب 35,000 جنيه. بحرنا بالكامل من السلوم للعريش ما فيهوش سمك يساوي المبلغ ده للنولون بس فقط لا غير. رحنا على ظهر مالطا في ظهر دولي وصاد مالطا بيشتغلوا عليه المراكب وعليه سمك كويس. اضطرينا نمول التمويل الغالي ده عشان بحرنا فقير ما فيهوش سمك يشيل المصروف ده. اضطرينا رحنا الظهر بتاع مالطا حضرتك عشان نجيب سمك يساوي المصروف اللي بيصرفوه وعشان ناكله اهل مصر. طبعا طلع علينا اللانش التونسي ضرب علينا المركب نار وخد عيالي وخد طاقم المركب وخد المركب من رمضان ومطالبني ب 100,000 دينار تونسي يساوي 500,000 جنيه يساوي 560,000 جنيه ومحاميه 4,000 دولار والناس اللي قاعدين هناك واكلين ب 20,000 جنيه وانا بيوتي اتقفلت ومبقاش عندي اي ما عنديش حاجه. طالبين منك ليه 100,000 دينار؟ غرامه عشان يفرجوا عن المركب عاد عليا انا ايه من الدوله اللي انا منتمي ليها؟ عاد عليا منها ايه؟ اللي انا بدفع لها تامين وضرايب وتامين اجباري من الهيئه اللي بيرقصها محمد الفقي، ايه اللي عاد عليا بعد الخراب ده كله؟ للاسف. طيب رحنا التلفزيون اتكلمنا. الخارجيه طيب ما اتكلمتش؟ روح الخارجيه السفير بتاع تونس بتاع المصري كلمناه في التليفون عشان نستغيثه بيه، قفل السكه في وشنا وقال ما حدش يكلمني في الموضوع ده. السفير المصري اللي هو المفروض حمايه المصريين في الخارج. انا عايز اعرف هما دلوقتي الدوله بتقول لك ايه في المزارع السمكيه وغادي يقول لك بتجيب بتنتج. انا بخرب قطاع تاني. انا ما عنديش اعتراض على المزارع بس انا عندي مسطحات مائيه ربنا جعلها ما بتكلفنيش حاجه بخربها باخد الزريعه منها واخربها لحساب كام؟ بدل ما ياكلوها مئات الالوف بياكلوها اعداد معينه. السنين اللي فاتت كنا بنصدر للدول التانية سمك كان باسمه السمك البلدي. كنا بنصدر القاروص وبنصدر الحنشان وبنصدر وكانت كميات رهيبة. احنا عندنا الصيد الجائر كمان بوظ البحر اللي هو صيد الزريعة والكلام من ده ومفيش قوانين مغلظة عشان اللي يتمسك او اللي جاء يعني قوانين معدمة واحنا سيادتك بنطالب بتغليظها في الدستور الجديد وبتغليظ العقوبات عشان اي مهن مخالف. الصيد على شط المية هو المخالف ما هو ده بيبوظ البحر. ما بقاش عندي قطاع صيد رغم ان قطاع الصيد ثروه قوميه. احنا عندنا مسطحات مش موجوده في دول العالم.